عملية شهدتها منطقة حجر النحل بضواحي مدينة طنجة ليلة أمس الثلاثاء، تمكنت من خلالها عناصر زمرة الجمارك بأصيلة من توقيف سيارة وأسفرت عن حجز أكثر من 4 أطنان من المخدرات. تمكنت اليوم فرقة تابعة لزمرة أصيلة من حجز سيارة نفعية من نوع مرسيدس سبرانتر تحمل كمية هائلة من المخدرات، قدرت بحوالي 4 طن. تمت العملية على مستوى طريق حجرة النحل على الساعة 11:30 ليلا. للأسف تمكن سائق السيارة من الفرار مستغلا الظلام، حلكة الظلام الموجود في المكان. عناصر الجمارك وقفت السيارة المحجوزة إثر محاولة سائقها تجاوز حاجز جمركي وسط الطريق قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة. وتأتي العملية في إطار عمليات المراقبة الروتينية التي تباشرها المصالح الجمركية بطنجة أصيلة لمنع التهريب بكافة أنواعه. في إطار محاربة تهريب المخدرات الدولية، تمكنت دورية تابعة لزمرة أصيلة هذا اليوم من حجز سيارة نفعية وعلى متنها حوالي 4 أطنان من مخدر الشراء على مستوى الطريق المؤدية إلى دوار حجر النحل. هذا وقد تم نقل وسيلة النقل والكمية المحجوزة من المخدرات إلى مقر زمرة طنجة السيارات من أجل إتمام المسطرة الجاربة العمل.